ولدت مصر أولا وولد بعدها التاريخ. مقولة نسمعها كثيرا ولكنها حقيقة بالفعل. فقبل أن يكون هناك أمم وشعوب وحضارات عديدة كانت هناك مصر، وعلى ضفاف نيلها الخالد عاش أصحاب النسيج الواحد، لا فرق فيهم بين مصري مسلم ومصري مسيحي، بل لم يكن يعرف بعضهم ديانة بعض لأنها لم تكن الأساس في تلك العلاقة الصلبة التي رسمتها ديموغرافيا الطبيعة المصرية. السلام عليكم. خلينا أنقل لحضراتكم خالص تعزينا للأخوة الأقباط. طبعا حضراتكم عارفين اللي حصل بكنيسة أبي سيفين بالأمس، كنيسة موجودة في منطقة إمبابة بالجيزة. بدون ذكر التفاصيل كل شيء معروف بالنسبة لنا، لكن النهاردة بعد ما بنؤدي واجب العزاء للأخوة الأقباط لازم نطرح لحضراتكم ونعرف حضراتكم إيه اللي بنشوفه وإيه اللي بنسمعه من أخبار عالمية، لأنه كل لما نطلع أكتر كل ما بنعرف أكتر. شغلانتنا دي هي شغلانة جمع معلومات، يعني إحنا بنجمع معلومات أكتر، من خلال هذا الجمع بنعرف أكتر، وبدون هذا الجمع مش هنعرف حاجة. عشان كده وإحنا بنطالع الأخبار العالمية، يعني أنت مجرد ما تكتب كلمة إيجيبت نيوز على الجوجل مثلا هتجد كل الأخبار متعلقة بموضوع الكنيسة المصرية اللي حصل في إمبابة. عايز أقول لحضراتكم أنه بعض المجلات الدولية بتستغل الفرصة وبتنقل الأخبار بتتحدث عن التحايز أو التحامل ضد الأقباط في مصر. بيقولوا ده أنه المسلمين بيتحاملوا أو عندهم اضطهاد للأقباط في مصر. أنا بسأل الأخوة الأقباط في مصر، هل إحنا كمسلمين عندنا تحايز أو تحامل ضدكم أو مضطهدينكم في مصر؟ الحال أن إحنا كمسلمين معتدلين بعيدا عن أي شخص متطرف فكريا، إحنا بنقدر الأقباط جدا. مين مننا لا يقدر عظماء في الأقباط في مصر زي الدكتور مجدي يعقوب؟ أنا متكلم على رموز قبطية مصرية كان ليها مساهمات لا ينكرها إلا جاحد. حتى لما بنتكلم عن المهندس المصري العظيم هاني عازر، الراجل اللي أشرف على عملية إنشاء أنفاق في مصر، أعتقد أنها أنفاق قناة السويس، وراجل كان مهندس أشرف على شبكة الأنفاق في برلين في عاصمة ألمانيا. من مننا ينسى الدور الوطني اللي قام بيه البابا تودروس بابا الكنيسة المرقسية أو بطريرك الكنيسة المرقسية في مصر في وقت ثورة 30 يونيو؟ من مننا ينسى أدوار كتيرة جدا لبعض الأقباط مشرفة جدا؟ لكن هنا إحنا لا نتعامل بأنه كبت أو مسلم، إحنا نتعامل بأنه مصري، والمصري عليه دور أنه يعرف أنه في مواطنة عليك كمسلم وعليك ككبتي أو مسيحي. دي المواطنة أن إحنا لو طبقناها بشكل جيد أو بشكل صحيح هنتخلص من أي فكرة فيها تحامل أو تحايز أو يعني اضطهاد لأي فئة من الفئات لو كان موجود بالفعل. وأي شخص بيخرج منه مثل هذا التصرف فاعرف أنه شخص ناقص الفكر إن لم يكن ناقص الدين نفسه. لأنه على سبيل المثال أول الجهات اللي قامت بإرسال التعازي للأخوة الأقباط هي الأزهر، هو الأزهر الشريف. ممكن تجد جهات تانية لا ترسل التعازي ولا تبث لهم أي نوع من الكوندولنسز اللي هي بيسموها التعازي، ولكن الأزهر الشريف كان دايما مبادر في مثل هذه الحوادث، دايما بيكون مبادر بالوقوف جنبا إلى جنب مع الأخوة الأقباط. أقول لك على سبيل المثال أنه إنشاء هذه الكنائس في وقت من الأوقات، يعني لو كلمتك عن الكنيسة اللي هي كنيسة أبو سيفين أو أبي سيفين حسب وضعها في الجملة، هذه الكنيسة هي مجموعة كنائس على مستوى مصر أصلها بالأساس، أو الكنيسة الأم لها هي في مصر القديمة. مصر القديمة يعني بنتكلم على المكان اللي فيه حصن بابليون واللي بتوجد شماله أو محيط به عدد من الكنائس. دي البداية اللي كانت موجودة وقت دخول المسلمين لمصر والعرب لمصر على يد عمرو بن العاص. حصل وجود هذه الكنائس وبدأت تنتشر أكثر بنفس الاسم. أنت أكتب أبي سيفين هتجدها موجودة في عدد كبير من المناطق المصرية، تحديدا في شمال مصر، بتكلم على الدلتا، بتكلم على محافظات مصر الشمالية، وبالتالي موجود منها في دمياط، في اسكندرية، في الشرقية، في مناطق حتى شمال القاهرة، وفي القاهرة موجود منها ثلاث كنائس على سبيل المثال أو اثنين. وبالتالي احنا بنتكلم على كنيسة لها تاريخ، يعني الكنيسة دي المفروض ان الاسم ابي سيفين هو لقب مطلق على او يطلق على قديس قبطي اسمه فليباتير ماركاريوس. هذا الرجل انشأت له عدد من الكنائس، لكن الكنيسة الاولى انشأت له في حوالي سنة 500 ميلادية، القرن الخامس اعتقد الميلادي، وبعدين الكنيسة دي اللي هي في مصر القديمة تم هدمها، حرقت سنة 1168، وأعيد إنشائها سنة 1176، واللي شارك في إنشائها شيخ مسلم اسمه أبو البركات بن أبي سعيد. أنا بقول لك بعض الملامح التاريخية للعلاقة بين الجانبين المسلم والمسيحي في مصر. وبالتالي حتى افتتاح الكنيسة
الجديدة اللي أنشئت بعد 1876 كان مشارك فيها ممثل لجامع عمرو ابن العاص. الحان العلاقة بين المسلمين والأقباط علاقة على طول الأجل أو على طول الأزل علاقة متوازنة، وعلاقة فيها ترابط يعني كانت ما بتخلوش أو كان فيها بعض الحوادث الشاذة، ولكن الأغلب فيها علاقة متينة وعلاقة قوية. اللي عايز أقوله هنا إن زي ما بقول لك بعض المجلات الدولية والعالمية بتستغلها فرصة وتبدأ إنها تتحدث عن مصر بشكل سيء أو عن رئيس مصر حتى بشكل سيء. يعني الرجل بيتقدم بالتعازي لقدسة البابا تودروس بابا المسيحيين في مصر، فالراجل الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقدم التعازي، تقوم مجلة الجارديان تقول لك Egypt's authoritarian president، يعني رئيس مصر الاستبدادي يقدم التعازي. يعني شوف ده مش ظرف اطلاقا انك تطلق فيه هذا اللقب على هذا الرجل، ولكن زي بقول لك اللي في النفس او اللي في الهوى او في الميول اللي عندك كجريده، البايس اللي هو الانحياز او الانحراف اللي عندك بيظهر في مثل هذه المواقف. فزي بقول لك مجلات كتيره جدا اظهرت ده. بعضها قال لك انه الهجوم على المسيحيين زاد بعد 30/6 او بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الامور في مصر. وبعضهم تحدث عن انه في اهمال في مجال التعامل مع الحرائق، مجال التعامل مع الاشتعالات بشكل عام، الحمايه المدنيه في المناطق المغلقه او الاماكن المغلقه. احنا بنتكلم على كنيسه المفروض انها اربع طوابق في مكان ضيق، وبالتالي هي كنيسه قديمه الى حد ما، غير النظام الحالي او الجديد في الكنائس اللي هو فيه يعني نظام بيكون مسموح فيه بمساحات مفتوحه في الكنيسه وتكون في مكان اكثر اتساعا، قوانين الحديثه في التعامل مع هذا الامر. اللي عايز اقوله هنا ان احنا دايما كمصر هنكون متماسكين، وكل ما كنا متماسكين كل ما قدرنا نكون اقوى مع مواجهه التحدي، وكل ما كان افضل لبلدنا وكل ما كان افضل لهويتنا ولديننا، لان احنا اساسا دوله واحده بنتكلم على مسلمين ومسيحيين بيمثلوا يعني القوام الاساسي لمصر، المسلمين بيمثلوا 90% والمسيحيين بيمثلوا 10%، ودي مقوله ايضا بينقلوها كل المجلات اللي انا بتكلم عنها كانهم ناقلين نفس المقوله او نفس الباسج من بعضهم البعض. كمان شفنا عدد من الرسائل الخاصه بالتعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي من زعماء كثير من دول العالم. فزي بقول لك الموضوع ده النهارده هو ترند، الموضوع اللي حصل في الكنيسه القبطيه المصريه. هذه الكنيسه زي بقول لك اللي بتمثل فرع لكنيسه اساسيه او لاسم اساسي لقب اسمه ابي سيفين. بالمناسبه ابي سيفين الموجوده في مصر القديمه زي بقول لك هي الكنيسه الام، اترممت اكتر من مره، اخر ترميم ليها كان مدته بيقال انها 30 سنه وافتتحت في عام 2017، عشان كده ممكن تجد فيها قطع قديمة يعني تاريخية وموجود حولها قطع حديثة في البناء. فدي معلومات بسيطة كده حول الوضع الحالي فيما يتعلق بموضوع الكنيسة القبطية المصرية اللي زي بقولك هو نسيج واحد ووطن واحد دائما. رقم اتنين في اخبارنا النهاردة، دايما قبل ما اقولك رقم اتنين برضو اتذكر شيء مهم، ان احنا كدولة او كاللي بتولى يعني رئاسة وزراء او بتولى مسؤولية الله يكون في عونه، لانه النهاردة راجل لسه متولي وزارة الصحة اللي هو الدكتور خالد عبد الغفار كان وزير التعليم العالي، تولى وزارة الصحة القى القسم من هنا، راح شاف الحوادث او راح شاف المستشفيات اللي فيها يعني الاصابات والضحايا في نفس الوقت او بعدها باقل من ساعتين ثلاثة. فالراجل يعني تولى الوزارة دخل على الشيلة اللي بيتحملها، وكل وزير كده هي مسؤولية كبيرة جدا، ولا تتخيل انه وزير يعني هيكون كتير منهم يعني يكون فرحان بهذا المنصب، لانه كتير منهم تخلى عن اعمال بتكسبه يعني الاف الدولارات، لان فيهم كتير برضو رجال اعمال ولهم مكاسب مادية هيحصلوا عليها اكتر لو بعدوا عن هذه الوزارات. ولكن كتير من الناس برضو بيكون عنده اعتقادات مختلفة، وانا بنقل لك المتصور هنا والاعتقاد السائد هنا. كفاية ان انا كلمتك الفيديو اللي فات عن وضع الوزراء لما يجي وزير زي الدكتور طارق شوقي او الوزير اللي تم اقالته، عدد من الوزراء تم اقالتهم يكون وضعهم عامل ازاي بعد ما يردد عن فشلهم في وزارتهم. النهاردة اخبار تم يعني او في احداث حصلت في شمال سيناء، للأسف حادث او احداث شمال سيناء لا يتم تغطيتها بشكل كبير اعلامي، في لغز او في شيء مفقود هنا بحاول اوصل له. الشيء المفقود مش في كم المعلومات قد ما هو في البعد عن تغطية ما يحدث في سيناء. هل هناك احداث اخرى في مصر تغطي على احداث سيناء؟ هل وضع سيناء ليس من اولويات المصريين ومن اولويات الدولة المصرية للتغطية؟ هل هذا الوضع عليه تعتيم اعلامي متعمد من وزارة الاعلام؟ هل في تعليمات من الدولة بمنع اخبار سيناء انها تخرج للمواطنين بشكل عام؟ خليني اقول لك انه هذا الموضوع زي بقول لك هي حلقة مفقودة، لكن احنا بنتكلم عنه في بعض الاحيان وبنناقشه وبيكون فيه مشاهدات مهمة جدا للناس بتكون عندها شغف بان احنا نتحدث عن موضوع سيناء وما يحدث في سيناء.
آخر الأخبار يعني خبر غريب جدا، ولكن هقوله لك وبعض الناس هتبدأ إنها تفكر في الخبر ده بشكل، وبعض الناس هتفكر بشكل مختلف، وهقول لك وجهة النظر. الحقيقة إنه أخبار المعارك اللي بتحصل في سنة بتكون دايما في اتجاه الشرق عند رفح والعريش والشيخ زويد، كانت أخبار المعارك الماضية بتحصل في هذه المنطقة. النهاردة آخر معركة بشكل طاحن كانت في قرية اسمها جلبانة. هذه القرية المفروض انها بينها وبين قناة السويس 15 كيلومتر. بنتكلم على قرية ليست من نطاق محافظة شمال سيناء، بل من نطاق محافظة الإسماعيلية مركز الأنطرة شرق. طبعا اول ما يخطر في بالك الناس دي متجهة ناحية القناة، يعني ممكن تتجه وتعبر الاتجاه الاخر نحو الدلتا مثلا، يعني الناس دي بتنجح في انها تتجه للانفلات من سيناء وانها بتتزايد او بتهرب ناحية الدلتا. اعتقاد اخر وده اللي انا بتبناه انه هذه العناصر تم تضييق الخناق عليها بشكل كبير جدا. النهاردة العناصر دي ما عادش موجود منها في الشيخ زويد، قليل جدا منها في نطاق رفح او المنطقة الغربية لمدينة رفح القديمة او مدينة رفح بشكل عام، كرة رفح. هذه المنطقة لم يعد بها سوى بعض العبوات المتفجرة وفقط، ما عادتش تسمع عن مواجهات في هذه المنطقة على الاطلاق. لكن اللي بيحصل هناك ضغط، وبالتالي هذه العناصر بدأت تفر من شرق سيناء تتجه الى وسط سيناء. في بعض العناصر اتجهت الى اخر المعاق اللي موجودة، هو منطقة المغارة، وكمان منطقة المغارة كمعقل تم حصرها. وبالتالي التحليل اللي موجود واللي احنا بنتابعه من اخبار شمال سيناء انه حتى منطقة المغارة بدأت العناصر تهرب منها غربا، والدليل امام حضرتك ان هم راحوا على جلبانة، القرية اللي بينها وبين قناة السويس 15 كيلومتر، ولم يتجهوا شرقا في اتجاه يعني العريش، جنوب العريش، منطقة البرث مثلا، مناطق اللي متجهة شوية ناحية الحدود الشرقية. ده رقم واحد. الجماعة دول عملوا ايه؟ راحوا قرية جلبانة، عناصر بدو سيناء او اتحاد قبائل سيناء تتبعوهم وكانوا ليهم بالمرصاد مع القوات المسلحة المصرية. حصروا القرية، دخلوا فيها وعملوها كشيلدز، كدروع يعني، وقاموا بتفخيخ الجسور والكباري، كل شيء، محطات الكهرباء، فخخوا القرية كلها عشان يكونوا في يعني متحصنين بها، وبالتالي ما حدش هيقدر يدخل لهم لانه اي دخول هيحصل فيه تفجير لعبوات ناسفة. اللي اتعامل معهم في هذه الحالة الطيران، وتم يعني التعامل معهم كلهم بشكل كبير جدا والقضاء عليهم. الغريب في الامر ان قرية جلبانة هي قرية من ضمن قرى مبادرة حياة كريمة. تخيل القرية امامك، دي الصور الخاصة بالقرية، صور فيها قرية تابعة لمبادرة حياة كريمة، يعني قرية فيها أعمال تطوير وفيها شغل على المباني الحكومية وعلى بعض المنشآت الأخرى، وأمامك القرية والصور بتتحدث، معنى أن العناصر دي تتجه لهذه القرية إنها متجهة لمكان مش معتادة إنها تتواجد فيه. والحقيقة أنه ده كان ملاذ أخير لهذه العناصر، وستر ربنا كان كبير جدا، لأنه كان ممكن بسبب ما يقال أنه كمين عملوا في هذه القرية لما قاموا بتفخيخ يعني كل المداخل وكل الطرق الموجودة في القرية، أنه كان ممكن يسقط عدد كبير من الضحايا من الجيش المصري ومن اتحاد قبائل سيناء. ولكن بفضل الله قدرت قواتنا وقدر اتحاد قبائل سيناء ورجال اتحاد قبائل سيناء لهم دور بطولة جدا، غير مسلط عليه الضوء بشكل كبير، لكن احنا بنحاول ان احنا نسلط عليه الضوء. واكيد ناقشنا مع حضراتكم قبل كده معلومات بتخص رجال اتحاد قبائل سيناء والمواجهات اللي ليهم مع هؤلاء العناصر، طبعا بالاضافه للدور القوي جدا للجيش المصري العظيم اللي ضحى بضحايا وشهداء على مدار سنين طويله من 2013 وحتى الان، وبيدفع ثمن باهظ عشان يدافع عن مكان غالي زي ده. اللي عايز اقوله لك كمان ان في استراتيجيه استخدمها العناصر خلال الفتره الماضيه. الاستراتيجيه دي كشفت عنها من المتابعه الاخبار معينه كده، فيها رصد كبير جدا لعدد من السيدات التابعة لهذه العناصر. بيعملوا السيدات دي؟ السيدات دي بتعمل دور رصد رقم واحد. رقم اتنين بتعمل دور التمويل، انها بتنقل ليهم يعني المؤن والامدادات. ست بتلبس نقاب، وبالتالي ممكن انها يعني لا يشك فيها وانها تدارى بالمعنى العام في وسط السيدات الاخريات. عشان كده بدأت رجال او بدأ يعني قبائل سيناء تلتفت لهذا الامر، وبدأ شوية يعملوا نوع من الفصل او من التنظيم في الحركة بين قبائلهم وبعضها البعض عشان يتم كشف تلك العناصر اللي ممكن تعبر الطريق الدولي. يعني ممكن سيدات تخرج من منطقة المغارة جنوب الطريق الدولي، منطقة شاسعة جدا، عشان تتجه للطريق، ممكن تعبر الطريق، تتجه لمكان في تجمع سكني، او تتجه لمكان اخر، تركب سيارة تتجه نحو الأنطرة أو نحو العريش وتتعامل على إنها مواطنة عادية. تم القبض على عدد كبير من هؤلاء السيدات ومعهم أطفال. دي المعلومة الثانية. رقم ثلاثة، رصد مع هذه العناصر للدعابة سرقة مواشي وأغنام من مواطنين في سيناء. يعني معنى السرقة إنه
خلاص انت امام وضع سيء جدا وضعت فيه حصار شديد عليك، وبالتالي لجأت للسرقة. وطبعا ده بيحصل، الجيش لما بيروح ورجال اتحاد القبائل بيشوفوا الوضع على الارض، بيشوفوا الممتلكات بتاعتهم، الاوقار بتاعتهم، بيتم اشعال طبعا هذه الممتلكات والاوقار، وبتؤخذ المواشي او الاغنام، تقريبا اكثرها اغنام اللي بيسرقوها من المواطنين في مناطق وسط سيناء. ده الوضع باختصار وبوضوح في شمال سيناء، الوضع اللي فيه تغير كبير جدا النهارده. يعني مدينة رفح أو مدينة الشيخ زويد تحديدا مش دي المدينة اللي ممكن كنت تشوفها من شهر. مدينة الشيخ زويد النهاردة الناس بتروح المصيف، بتروح البحر، لأول مرة من 10 سنين يمكن الناس بتروح البحر وتبدأ إنها تصيف على بحر الشيخ زويد اللي هو مش موجود في المدينة لكن موجود شمال المدينة بمسافة معينة. النهاردة الوضع اتغير، في قرى ما كانتش فيها سكان، النهاردة القرى دي رجع فيها سكان. الوضع اتغير، مدينة العريش مش دي مدينة العريش اللي موجودة من 5 سنين ومن 7 سنين ومن 10 سنين. فده وضع بيتغير بشكل تدريجي وعلى مدار فترات زمنية، ولكن عشان يتغير بيحصل فيه تضحيات كبيرة جدا، بيروح فيها شهداء بيدافعوا عن هذا الوطن في ظل عدم وجود معلومات كافية عما يحدث في هذا الجزء الغالي من أرض الوطن. ولكن بالتأكيد كلها أخبار مبشرة لصالح مصر ولصالح الجيش المصري ولصالح قوة مصر. في النهاية بشكركم جدا، ربنا يحفظ مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.